ما حكم زيارة النساء للقبور؟ حكم زن هرنا سر قبر ذا چية؟ أئمة الإسلام إمام إسلامياتي وكذلك أمهات المؤمنين الصحابيات رضوان الله سبحانه وتعالى عليهن وجني بيخنبري ما عليه الصلاة والسلام وجني أصحابي رضي الله عنه لم يخرجوا لزيارة القبور بل حكم العلماء كبار العلماء على زيارة النساء للقبور بأنه كبيرة من كبائر الذنوب حتى هنا علماء قلتيا كي جنة كارا سر قبر ده سر زيارة قبر ده أبا إش قني أن ما زنة قني كبيرة تريد الأجر تغذي خيرك خزان تريد الثواب تغذي تترك الخروج يعطيها الله سبحانه وتعالى من الأجور العظيمة إذا تركت الخروج لله سبحانه وتعالى بأن لا تخرج لزيارة القبور طاعة لله الله سبحانه وتعالى يعطيها من الأجور العظيمة سو يجي هركي تدي إشي ترك بكي سوى خزور رب العالمين دست چونك رب العالمين ترى قلت يا ناچه يشغي تخيرك أزياد هم أزن قزنشت وإذا خرجت هركي تدرك بي فقد خالفت الشريعة يشغي أواش مخالفي شريعة ارتكبت كبيرة قناكي مازن قزنشت كه لكن إذا مرت المرأة بالقبور دون أن تخرج لها للزيارة مرت في طريقها أما هركي جن رخ قبر ردر بازبا وقالت الدعاء الشرعي يصح هذا رخ قبر ردر بازبا سوى قبر بي قبر زيارات كدرناك هكي صاد جر رخ ردر بازبا ويجوغي أو دعاء قبر بيجا شريعتي ده جايزة أما أن تخرج في كل عيد في كل صباح هذا من الكبائر أما تهر بربانگا سوی درکوی یا ده هر روز عید هر ایسر قبر جنا را نراسته